هذا بصمة براسي. لأن أنا أشتغل براسي. أنا أشتغل بالفن. أنا أشتغل فنان. أنا على فكرة فيني جنون فني. عندي الفن وبس. مو مشكلتي بعض الأحيان ترى أخسر بعمال. يصير عندي خسارة. بعض الأحيان أنا قلت أنا صار عندي خلاف مع MBC محطة كبيرة ومني قلت لهم لا ما أسوي اللي تبونه. أنا أسوي اللي أنا أبي. إنزين أبو راشد نبي ننتقل حق المنصات. اليوم وين تشوف نفسك؟ يعني ما شاء الله نشوف أكثر أعمالك على المنصات. والبعض يقول يمكن عنده واسطة. ما في اقول لك انا اعطيك مثال اكثر من القنوات الفضائيه يعني قنوات كبيره على فكره اكثر مشاهدات الحين صارت المنصات والله الفن والله يا استاذتي الفن هو الاساس كلام التجاره هذا ما اعرف اشتغل فيه واسطات وما ادري ايش انا اقدم فن انا يعني المنصه الذكيه تعرف تستغل هذا الفنان حاربوك وايد بس ما يهمني انا اقول اصدقائي في ناس يحاربوني يقعدون معي بالمكتب عادي مو مشكله وهذا السؤال انا بسالك اياه اللي قالته زميلتي يعني امانه نسمع وايد وانا كل مكاع صعيد الشخصي اخويا وايد محاربينك بعض المنتجين ما يبونك انت تكون تنتج ما يبون يعني نايف راس ممكن يبون نايف راس ممثل ولكن بالانتاج ما ودهم ان تنتج او تبيع على محطات لذلك يحاولون يضربونك بين المحطات هذه شوف قديمه ترى فكره انت عندك معلومه قديمه بعد جبتها وهي من زمان ترى المعلومه انزين ليش شنو الهدف انت منتج حارك حال اي منتج قاعد تنتج وقاعد تقدم حق القناه والقناه اذا عجبها العمل تاخذه ليش يعني الحرب هذه كلها هو شوف انا يتشر النفوس ترى على الفكره هذه الفكره صارت من بعد شر النفوس اي شر النفوس النجاح واحد واثنين وسويت عدل كم وصلت ناس ان نايف الراج ما نبي ينتج بطرق يعني من 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 ناس كانوا موجودين بالقناه ان اذا انتج هذا قاعد يوصل فوق ويعني في امور اداريه ما يبون نايف الراج يدش فيها احنا نايف الراج ممثل ممتاز ناخذه ممثل بس هذا نبي وبس ما نبي ينتج ولا يكتب ولا عشان شنو نبدا يعني نهبط السوق ماله يعني يصير التحكم الحجم نتحكم فيه اذا خلوك ما راح يتحكمون فيك بس وصارت هذا الموضوع زين وصار هذا الموضوع صار اشتغلوا علي اشتغل بس انا قاومت ثم رديت مره ثانيه وقفت على ريولي وفي منتجين ان نايف الراشد اذا قدم عمل راح يطالع جمهور ويطالع مدير القناه ويطالعون الكبار وفي يسوي ضجه ويسوي يعني عندهم تفكير على قولتهم يسوي لويا نايف الراشد اذا طلع اذا سوى عمل هذا خلينا نوخر عن الطريق عشان نقدر احنا نشتغل هذا 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 شيء يصير هذيل نفس سعد المرتوي الفاسدين والمفسدين هو هذيل يبون شنو يبون ياخذون خط تجاري مش خط فني يعني نايف راج يزعجهم يسوي لهم ازعاج يعني عارف شلون انا مثلا مع قناه معينه عندي اسوي لي اربع اعمال خمس اعمال بهذه القناه وانا مرتاح يجيني نايف الراشد ينجح بعمل يروح يكلمونه مره ثانيه تعال سوي لنا عمل خنا وبدل لا هو ينتج اربع اعمال يصير انتج عملين عملين عرفت شلون لان انا فتره من الفترات مع MBC يعني حتى لدرجه كنت صغير وقتها كانوا يسموني طفل المدلل مال MBC كانوا يحددوا لي الوقت اللي تبيه والاعمال اللي يعني انا لو انسان مادي واستغلالي انتجت بالفتره اللي طافت 12 عمل بالسنه الواحده كانوا يعرضون علي سوي اعمال ما قاعد اسوي ابو راشد